السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أخوكم عبد الرحمن الخالدي من معرض مادي للسيارات. طبعا أخواني الكرام، اليوم زي ما أنتم شايفين معنا هيونداي سوناتا 2017 فئة نصف بدون بانوراما ورد الناغي. السيارة صار فيها إضافات جميلة وحلوة ومهمة بالنسبة لكثير من الناس، بنذكرها لكم من ضمن المواصفات بإذن الله تعالى. طبعا نبدأ بتصوير السيارة من الخارج. طبعا مواصفات المحرك والجير، فالمحرك معروف 4 سلندر 2400 سي سي، الجير اوتوماتيك بست سرعات توب ترونيك. بالنسبة للسيارة طبعا دفع امامي. بالنسبة للمواصفات الخارجية للسيارة زي ما انتم شايفين، انوار LED بالاضافة الى كشافات ضباب، جنوط الومنيوم مقاس 17 انش، طبعا عندكم اشارات بالمرايا زي ما انتم ملاحظين. عندكم برضو عدد 4 حساسات خلفية بالإضافة إلى الحركة الجديدة اللي صارت في 2017، كشاف ضباب خلفي طبعا تقدر تطفيه وتشغله عن طريق نفس كشافات الضباب الأمامية، لها زر خاص فيها. طبعا ننتقل الى المواصفات الداخليه للسياره. في السياره ريموت، طبعا ريموت مع خاصيه فتح الشنطه. طبعا هذا الريموت اخواني الكرام زي ما انتم شايفين اغلاق فتح الشنطه. طبعا الريموت هذا مفتاحه الطريقه هذه، هذا شكل صار مفتاح هيونداي المعتمد تقريبا على جميع السيارات اللي في هيونداي. السيارة زي ما قلت لكم وارد الناغي، اعتقد ان المواصفات هذه بالنسبة بدون سقف بانوراما صارت اساسية عند الناغي والوعلان والمجدوعي، اللي هي المواصفات هذه تقريبا حتكون 99% متشابهة بين الوكلاء الثلاث بالنسبة لفئة نصفل بدون بانوراما، طبعا الماكينة 2400 سي سي. طبعا ننتقل لمواصفات السيارة الداخلية، زي ما انتم ملاحظين اخوان الكرام عندكم هنا زجاج كهربائي، بس زجاج السواق اوتو يطلع وينزل. عندكم مرايا كهربائية مع خاصية الطي الأوتوماتيكي. طبعا هنا عندكم نور، التحكم بالنور الخارجي تقدر ترفعه أو تنزله. عندكم هنا التحكم في النور الداخلي للسيارة زي ما انتم ملاحظين. طبعا الظاهر انه لا برضو حيوضح معنا اذا شغلنا النور، عفوا طفينا. هذه هي الإضاءة تخف بس ما هي زيادة، يعني ممكن توضح معاكم في الليل. عموما عندكم فتح تانك البنزين من هنا، فتح الشنطة بالإضافة إلى النظام الجديد اللي هو مهم. أنا أشوفه صراحة انتقال مميز لشركة هيونداي، أعتقد أنه صار أساسي وملزم من هيئة المواصفات والمقاييس أن جميع السيارات السيدان تكون فيها نظام الثبات الإلكتروني اللي هو تراكشن، صار موجود حتى في الأكسنت حتى في الألانترا، فصار شيء أساسي في موديلات 2017 نتمنى كل الشركات تكون منزلته. ننتقل إلى الدركسون حق السيارة. طبعا عندكم نفس المواصفات السابقة، في عندكم هنا تحكم بالنظام الصوتي مع بلوتوث، عندكم هنا مثبت السرعة، عندكم تحكم في الشاشة الأمامية. بالإضافة إلى الشاشة الأمامية هي شاشة معلومات الرحلة، صارت باللغة العربية بالنسبة للفئة هذه. في ناس بيقول لا هنا معي 2016 أو 2015 لغة عربية، أنت معاك فل كامل فتيجي الشاشة حقتها لغة عربية اللي تيجي ملونة، أما الشاشة العادية ما كانت عربية الحين صارت عربية. بالإضافة زي ما أنتم ملاحظين اخوان الكرام صار عندكم ضغط الإطارات الكفي، صار فيه حساس كفرات، وهذا برضو ميزة جديدة في السيارة وشيء مهم وأساسي، وصراحة أبدعوا الجماعة في الحاجة هذه. عموما اخوان الكرام ننتقل إلى النظام الصوتي في السيارة. طبعا النظام هو CD مع مدخل USB، عندكم البلوتوث موجود طبعا في نظام الشاشة الأمامية. طبعا
برضو عندكم كاميرا خلفية، والميزة في الكاميرا الخلفية لاحظوا معي انها تعطيك المسار يوم تلف الدركسون فتنتقل معك. المكيف طبعا مكيف يدوي ما هو الكتروني، يعني متكون من 4 سرعات او 4 يعني 4 مسارات لضغط الهواء. فيها طبعا فتحات تكييف خلفية، عندكم هنا النظام الصوتي اليو اس بي موجود. طبعا السيارة تجي فور ميكا رصاصي، ما هو تخشيب ولا هم كاربوفيبر، يعني شيء زينة، شيء من احسن من ولا شيء. ننتقل الى الاشياء الموجودة هنا، عندكم اكواب مع طفاية دخان، عندكم حملة اكواب هنا وعندكم طفاية دخان، عندكم برضه هنا ممكن تحط انت مثلا كارت او تحط حلل او تحط ريموت او اي شيء يخصك، برضه تقدر تحط الجوال في المكان هذا. طبعا المقاعد هي قماش بيج، صراحة القماش انا اشوفه افضل من المخمل من حيث العملية. في ناس الفخامة طبعا للمخمل لانها اغلى تكلفة، لكن للأسف يجمع وسخ، وانتم عارفين يجمع غبار يجمع وسخ بالنسبة للمخمل، والمخمل يمتص الاشياء اسرع من القماش. طبعا هذا درج السيارة زي ما انتم شايفين، وهذه علبة الدرج من هنا، طبعا تقدر تحط الاغراض يعني مستويين في الدرج. طبعا المراية عادية كانت، كان المجدوع يجيب بنفس الفئة هذه، ما ادري هل هو 2017 جاب المراية تعتيم ولا لا بالنسبة للفئة هذه، لكن يعني ما هي مثلا في ناس ما تدقق في الحاجة هذه، هي حاجة بسيطة. ويعني في ناس يقول لك مثلا يروح يسعر المجدوع يلقاها ب 2000 يغري المراية التعتيم، مع ان المراية التعتيم ممكن كلها ما تكلفك 500 ريال او 400 ريال، فيعني حاجة غير مهمة مثلا تدفع عليها فرق كبير. هذه الشماسات، طبعا الشماسات فيها زي ما انتم شايفين فيها مرايا، وهذا نور المرايا طبعا للسواق والراكب. هذه فتحات التكييف الخلفية موجودة عندكم هنا، وفيها طبعا تكاية. طبعا هذه البلاستيكات حقات الجنوط فكناهم عشان تشوفون الجنوط، برضو خليناهم في السيارة عشان اذا صاحب السيارة ولا شيء اللي يشتريها او يعني يستفيد منها اذا حبها تكون موجودة. عموما ما انصحك اللي يشتري سيارة جديدة، ما انصح يخلي شيء على الجنوط او على يعني قراطيس ولا بلاستيك، لانه يسوي لك حرارة مع الهوب، وهذا الشيء صراحة يأثر على السيارة. عموما اخوة الكرام زي ما قلت لكم، الاشياء الاساسية اللي فرقت بالسوناتا 2017 بشيء الظاهر على جميع الفئات، اللي هي نظام الثبات الالكتروني جاب جميع الفئات، وعندكم كشاف الضباب الخلفي، وعندكم ضغط الكفرات. بالاضافه ان الفئه هذه اللي شافها معي ما كانت تجي بارباك، صورناها ب 2016 ما تجي ارباك للراكب، الحين صار في ارباك للراكب، يعني تقريبا صارت مواصفات السلامه فيها نوعا ما ممتازه، بس طبعا يعني ما هو بلس امتياز بلس او مثلا يسمونه اي بلس، الممتاز عادي، لان بيني وبينكم بس باقي ارباقات جانبيه وخلاص تكون سياره كامله الامان، طبعا امان بعد الله عز وجل. سعر السياره تقريبا من حدود ال 71 الف ريال. لا احد يعتمد على السعر، دائما اخوان الكرام لا احد يعتمد على السعر اللي ذكره في المقطع، احتمال اقول لك السعر مثلا 100 الف تجي بعد شهر تلقى السعر موجود عندي 80 الف ريال، او اقول لك مثلا السعر 80 الف ريال وبعد شهر تجي تلقى 100 الف، يعني يرتفع وينزل السعر غير ثابت. الافضل انكم تزورون موقعنا اللي هو ايماد فور كارز، موجود عندكم تحت وتقدرون تشوفون اخر عروض السيارات موجوده دائما على الموقع حقنا. فزي ما قلت سعر السيارة 71 الف ريال، على مواصفات لا بأس فيها صراحة ممتازة. صارت يعني الآن السيارة تفوقت صراحة على الكامبري بموضوع الأمان، صارت قريبة من الأكورد، الأكورد تفوق عليها بالإرباقات الجانبية هي والمازدا. طبعا في كثير شركات فورد يوجن، عندكم شفرليت ماليبو، عندكم الأكورد هوندا أكورد، تجي مواصفات الأمن والسلامة في ذيك الشركات دائما عالية، على عكس من الشركات الكورية نوعا ما واليابانية اللي ما تركز على الأمان. لكن الحين أتوقع أن هيئة المواصفات والمقاييس أجبرتهم على هذا الشيء، فالمصنع يعني مثلا الحين مواصفات الأمن والسلامة فرحان قاعد يقول لكم تراكشن وكذا، وأنه 2017 جاء فيها المواصفات التراكشن، لو واحد معك سوناتا 2008 طبعا نظام امريكي بيلقى فيها المواصفات هذه واعلى بالنسبه للمواصفات الامن والسلامه، لان ذيك دول تهتم بالسلامه اكثر من يعني من مواصفات السياره. تلقى سياره قزاز عادي، اذكر كورولا كان في واحد جايب كورولا 2008 في السوق
قزاز امريكي طبعا، قزاز عادي كل شيء فيها عادي، بس اللهم جيرتوماتيك، لكن مواصفات الامن والسلامه صراحه عاليه، يعني ارباقات كامله، كل شيء فيها كامل مواصفات الامن والسلامه، على عكس هنا تلقى سياره، يعني اذكر كانت عندي قبل كم يوم اكسنت فل كامل 2015 فل كامل، فتحه جنوط شاشه كاميرا، والله لا فيها ارباق ولا فيها فرامل اي بي اس، والمشكله الشعب هنا عادي يدري انه ما فيها مواصفات امن وسلامه ويشتري، يقول لك الامان بيد الله، وصحيح الامان بيد الله، لكن الواحد دائما يفعل الاسباب. اتمنى يكون عجبكم شرح الفيديو اخوان الكرام، عرفتوا اغلب مواصفات السياره، برضو زي ما قلت لكم الهيونداي سوناتا فيها ميزه برضو في الامن والسلامه ما هي موجوده في السيارات الثانيه. اذا سحبت فرامل مثلا ماشي 60 او 80 وسحبت فرامل بقوه، السياره لحالها تولع فلوشر على طول، يعني النظام فيها هذا تولع تقريبا 5 غمزات 6 غمزات وتطفي، واللي حقين السوناتا يعرفون هذا الشيء. صراحة ميزات ممتازة. في كثير ناس أخوي عبد الرحمن وش رأيك بالسوناتا ولا كامل ولا وشو، أنا صراحة عن نفسي بالأمانة باخذ سوناتا، ما أبغى نقول لكم والله الكامري زبالة أو شيء، لكن عن نفسي شكليا ومواصفات، وصراحة حتى بيني وبينكم عملية البيع، يعني في ناس يقول لي لا الكامري أرغب والسوق يقول، أنا بالنسبة لي صاحب معرض أو أني شغال في معرض أعرف السوق وش يبغى وأعرف السيارة اللي هي ماشية، فباخذ السوناتا بغض النظر عن وش كانت جودتها أو شيء، بسبب إنه ما شاء الله حتى السيارة بيعها ممتاز، مع إني مجربين السوناتا من عام 2008 صراحة، وأنا أستخدم سوناتا، مع إنه في عندنا واحدة 2006 مع واحد من الشباب ماشي حوالي 300,000، ما شاء الله تبارك الله سيارة إلى الآن الجودة الداخلية حقت السيارة، الديكورات والخرابيط متماسكة تماما تماما تماما، على عكس واحد ثاني صراحة كل واحد استخدامه، هذا استخدامه حشمة نوعا ما، والثاني برضو والله يحاول يكون استخدامه حشمة، معه كامري 2010 صراحة مهترية جدا، حتى المساكات المكيف اللي موجودة هنا ما هي موجودة، حتى أذكر أن الشماسة طايحة عليه، يعني سيارة مبهدلة شوي، طبعا كل واحد هو استخدامه والناس اللي تركب معه، فياخذ عملية الجودة. الكوري ما في شيء، ممتاز صراحة، سيارة ممتازة، من عيوبها فقط الوحيدة السيارات الكورية، ما يعني اللي لاحظته أنا، لكن في ناس ما تركز فيه يقول لك مو مهم، هي بس وقت الظهر في الصيف الظهر أن يخف تبريد التكييف حق السيارات، يخف التبريد حق هذا اللي لاحظته، لكن صراحة عزم وشكل وصراحة يعني سلاسة في القيادة، أنا أفضل الكوري دائما، لأن الكوري مشترك فيه شركات ألمانية قاعدة تصنع السيارة مع الكورية، يعني تخيلوا الفكر الكوري جاي أن يعطيك تقريبا جودة يابانية وفخامة ألمانية، فهذا شيء مميز بالكوريين، يحاولون دائما يطلعون فوق بكل منتجاتهم، وصراحة طلعوا فوق وصاروا من المنافسين الأقوياء، وصاروا صراحة في كثير ناس يعني كل واحد يقول لك الشجرة المثمرة ترمى بالحصى، فهم نفس الشيء، في ناس كثير تسب الكوري لأنه صراحة أثبت وجوده، يعني خاصة حقين معليش يعني حقين مثلا الليكزس حقين المرسيدس يوم يتكلم على الجينيسيس يقعد يسب فيها، وشوفوا هي ما شاء الله شوفوا وقفتها وجمالها وهيبتها صراحة، يعني من السيارات الجميلة جدا جدا جدا، وسعرها بلاش، يعني بتروح تشتريها بقيمة أفالون، تاخذ جينيسيس، تاخذ فخامة، تاخذ ضمان، تاخذ حاجة ممتازة، تاخذ شيء على الخط تمشي فيه 260 والسيارة ما يهزها ريحة على قولتهم. عموما اخوان الكرام طولت عليكم بالفيديو، اتمنى يكون عجبكم الفيديو، لا تنسون دعم قناتي، لا تنسون الاشتراك في القناة، ولا تنسون تحطون زر اعجاب علشان نتفوق بالقناة دائما بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.